بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، تحية طيبة. اليوم نبدأ وياكم شرح محاضرة رقم 14 اللي عنوانها Lengths of a Plane Curve، أو طول المنحنيات أو أطوال المنحنيات. بالحقيقة احنا نعرف أنه any curve، أي curve y as a function of x بالتأكيد رح يكون إلى طول لهذا الكيرف. عملية إيجاد الكيرف تعتمد على طول الكيرف تعتمد على التالي. إذا نلاحظ بالشكل اللي على اليسار، عندنا كيرف أني كيرف، يعني هذا كيرف جنرال كيرف، أوكي، مو شرط يعني لمعادلة. كيرف ممتد من نقطة A إلى نقطة B. إذا نلاحظ عملية إيجاد الأطوال تعتمد على تقسيم هذا الكيرف إلى عدة نقاط. يعني مثلا هنا إذا نلاحظ في نقطة A، نقطة A إلى نقطة P1، بعدين من P1 إلى P2، بعدين من P2 إلى النقطة الأخرى إلى PK ناقص واحد إلى PK، وآخر شيء إلى نقطة B. سوى قسم الكيرف إلى عدة نقاط، وكل نقطتين وصل بيناتهم بخط مستقيم. فلو نجي ننتقل إلى الجزء اللي على اليسار، الرسم اللي على اليسار، نحن أخذنا سامبل، أخذنا نقطتين على الكيرف، النقطة الأولى اللي هي PK ناقص واحد، والنقطة الثانية اللي هي PL أو BK، آسف BK. فالطول المستقيم اللي بيناتهم اللي هو اسمه LK هو عبارة عن شنو؟ فيثاغورس تحت الجذر، مثل ما تلاحظون أمامنا هنا، مثل ما تلاحظون الـ LK هذا اللي هو الوتر، شو يساوي؟ يساوي دلتا إكس K تربيع اللي هو الضلع الأفقي، زائد دلتا واي K تربيع الكل تحت الجذر، طبعا دلتا واي K اللي هو الضلع العمودي، الكل تحت الجذر راح يطلع الوتر اللي هو الـ LK. هسه هذا منو؟ هذا الخط المستقيم الأول للكيرف. زين، إذا الكيرف مالتنا متكون من عدة خطوط مستقيمة، خلينا نقول من الواحد إلى الان، عدد غير محدد، أو خلينا نقول محدد من الواحد إلى الان للخطوط، فمجموع أطوال هذه الخطوط يمثل approximately طول هذا الكيرف، طول هذا الكيرف. طبعا احنا نريد الطول الحقيقي، مثل ما اتفقنا سابقا، او مثل ما بلشنا بداية شرح موضوع الانتجريشن، قلنا سابقا الاريا اندر ذا كيرف كانوا يقسمون المساحة تحت المنحني الى مستطيلات، ومساحة هذه المستطيلات تمثل المساحة التقريبية لمساحة المنحني، المساحة تحت المنحني اسف، فالمساحة التقريبية وليس المساحة الفعلية. بعدين من اجل الانتجريشن، لا، الانتجريشن بدأ يحسب لنا المساحة الفعلية. فهنا اذا نستخدم المين فاليو ثيورم راح يقول انه الدلتا واي كي هي تمثل المشتقة الاولى للدالة مضروبة في الدلتا اكس كي، المشتقة الاولى للدالة في الدلتا اكس كي. هذا اذا نرجع نعوضها بمعادلة الطول ونطلع الدلتا اكس كي عامل مشترك، راح يصير تربيع من نطلعه من داخل، نقدر نطلعه من داخل الجذر، راح تصير المعادلة اللي بنهاية الصفحة مثل ما تشوفون امامكم. احنا بالحقيقة اللي يهمنا المعادلة المظللة باللون الاصفر، انه length of any curve، طول any curve، الطول يا طول الطول الفعلي يمثل الانتجريشن من الاي للبي اللي هو بداية الكيرف ونهاية الكيرف تحت الجذر، واحد زائد المشتقة الاولى للدالة تربيع، تحت الجذر واحد زائد المشتقة الاولى للدالة تربيع دي اكس. هذا القانون نحفظه، لان هذا اللي راح نستخدمه بعملية ايجاد اطوال الكيرف. خلينا نبلش ناخذ تطبيقات على هذا الموضوع. نبلش باكزامبل 1، يقول find the length of the curve shown in figure below، هذا الفيجر موجود امامكم، which is the graph of the function، شنو الفانكشن قيمتها؟ 4 جذر 2 على 3 x اس 3 على 2 ناقص 1، المعادلة y تساوي 4 جذر 2 على 3 x اس 3 على 2 ناقص 1. منين يمتد هذا الكيرف؟ يمتد من الصفر الى الواحد، يمتد من الصفر الى الواحد مثل ما واضح امامكم
بالرسم. الخطوة الأولى نجد مشتقة الدالة، فنجي نطلع الدي واي على دي اكس دالة اعتيادية، الأربعة جذر اثنين على ثلاثة هذا ثابت ما له علاقة، الاكس أس ثلاثة على اثنين من نشتقها ينزل الأس القديم اللي هو ثلاثة على اثنين، بعدين الاكس ينزل الأس مالته بمقدار واحد، هي كانت واحد ونص يبقى عندي نصف، طبعا الواحد بالمشتقة يروح لأن مشتقته صفر، نرتبها نختصر نحذف راح تصير اثنين جذر اثنين اكس أس نصف، اثنين جذر اثنين اكس أس نصف، هذه منه هذه المشتقة الأولى. أنا شو أحتاج؟ أنا أحتاج المشتقة الأولى تربيع. فقبل ما نروح نطبق طلاب، قبل ما نروح نطبق قانون التكامل نربحها وندخل المربع مالتها مباشرة بالتكامل، مثل ما تلاحظون أمامكم من ربعنا الاثنين جذر اثنين اكس أس نصف صارت ثمانية اكس. ليش؟ لأن الاثنين مربعها أربعة والجذر اثنين يروح يبقى الاثنين، فصير أربعة في اثنين ثمانية، والاكس أس نصف من تتربع تصير اكس. فنصيحتي انه الربع المشتقة، الربع المشتقة وناخذ المربع مالت المشتقة مثل ما هنا سوينا اللي هي الثمانية اكس، وين ندخلها؟ ندخلها بالجذر، فصار عندي الانتجريشن على مود اطلع الاكس، الال مثل ما تلاحظون الال يساوي الانتجريشن من الصفر للواحد تحت الجذر واحد زائد المشتقة الاولى تربيع اللي هي الثمانية اكس دي اكس. طبعا الترم اللي داخل الجذر مشتقته شقد؟ ثمانية. فأنا شو أحتاج؟ أحتاج مقلوب المشتقة، فراح تصير واحد على ثمانية الجذر اللي هو بالحقيقة أس نصف لما نكامله يصير أس ثلاثة على اثنين مقسوم على الأس الجديد اللي هو ثلاثة على اثنين، لما نعوض حدود التكامل اللي هي الصفر الواحد يطلع طول الكيرف 13/6، 13/6. موضوع بسيط وتطبيقه تطبيق مباشر. نشوف الاكزامبل الثاني ايضا يقول find the length of the graph of، هنا أنا عندي الاف اوف اكس هي اكس تكعيب على 12 زائد 1 على اكس، منين؟ من الواحد الى الاربعة مثل ما موضح امامكم بالرسم، نفس الخطوات. الخطوة الاولى نطلع المشتقة اللي هي الاكس تربيع على 4 ناقص 1 على اكس تربيع، الدالة لما نشتقها اللي بالاعلى تصير مشتقتها اكس تربيع على 4 ناقص 1 على اكس تربيع. هسه تبع عليه راح ناخذ اللي داخل الجذر اللي هو واحد زائد المشتقة الأولى تربيع، واحد زائد المشتقة الأولى تربيع. وهسه راح أقول لكم ليش أخذنا الترم كله، ليش راح نتعامل وياه قبل ما نروح للتكامل. فأخذنا واحد زائد ربعنا المشتقة اللي هي الإكس تربيع على أربعة ناقص واحد على إكس تربيع، فراح تصير واحد زائد إكس أس أربعة على 16 ناقص نصف زائد واحد على اكس اس اربعة. طبعا عندنا الواحد والنصف، الواحد والنصف نجمعهم واحد ناقص نص راح يبقى عندي نصف، فصارت بالاخير صارت اكس اس اربعة على 16 زائد واحد على اثنين زائد واحد على اكس اس اربعة. هسه طلاب هذا الترم اذا نجيبه ندخله جو الجذر هذا ما له تكامل، ليش؟ لانه المشتقة مالته ما متوفرة برا، فلازم ارتبه، لازم اجري عليه فد عمليه ارتبه على مود بعدين اقدر اكامله، على مود اقدر اكامله واخلص من مشكله التكامل ماله. افضل حال، افضل حال انه احنا دائما نخلي تركيزنا شلون نحول هاي المعادله اللي هي اكس اس 4 على 16 زائد نصف زائد 1 على اكس اس 4 نحولها الى مربع كامل. ليش الى مربع كامل؟ على مود التربيع اللي يطلع لي ياكل الجذر نخلص من الجذر تصير دالة اعتيادية بولينوميال. فطبعا هذا هو ايضا واضح انه هو مرتب، هو مربع كامل اللي هو عبارة عن الجذر التربيعي للترم الاول اللي هو اكسس 4 على 16 لما نجذره الاكسس 4 على 16 يصير اكس تربيع على 4، والترم الاخير اللي 1 على اكسس 4 لما نجذره يصير 1 على اكس تربيع. هسه هذا اذا نفتح التربيع مالتنا مربع الحد الاول زائد ضعف الاول في الثاني زائد مربع الحد الثاني راح تشوفه يرجع الترم الاصلي، ترجع المعادلة الأصلية، أوكي؟ فالمهم أنا وصلته لأنه إكس تربيع على أربعة زائد واحد على إكس تربيع. هنا نبدي دوركم أنتوا شلون ترتبون المعادلة بحيث تحولوها إلى مربع كامل. قلنا ليش مربع كامل؟ انزل للأسفل شوف عملية التكامل، الـ L يساوي الانتجريشن طول الكيرف يساوي الانتجريشن من الواحد للأربعة واحد زائد المشتقة الأولى تربيع. شوف لاحظ هنا بالخطوة الثانية جبت الأقواس القوس مالتي تربيع. ليش؟ على مود التربيع ياكل الجذر نخلص من عنده، صارت دالة اعتيادية اكس تربيع على 4
زائد واحد على اكس تربيع اللي هو تكامله جدا بسيط، الاكس تربيع يصير اكس تكعيب على 12، والواحد على اكس تربيع يعني اكسس ناقص 2 لما نكاملها تصير ناقص 1 اكسس ناقص 1 او ناقص 1 على الاكس، فصار تكامله جدا بسيط. نعوض حدود التكامل الواحد والاربعة وبالاخير يطلع لي طول الكيرف 6. اذا مهمتك ال خلينا نقول المهمه في هذا الموضوع او خلينا نقول معضلتك في هذا النوع من الاسئله، انه لما تجد المشتقه الاولى للداله تجي قبل ما تروح للتكامل مثل ما سوينا هنا، بعد ما وجدنا المشتقه الاولى اجينا اخذنا ما موجود داخل الجذر اللي هو واحد زائد المشتقه الاولى تربيع، حتى الواحد ناخذه ويانه، الواحد زائد المشتقه الاولى تربيع نعوضها نجمعهن، الترم اللي راح يطلع شلون هنا طلع عندنا اكسس 4 على 16 زائد 1 على 2 زائد 1 على اكسس 4، هذا نحاول نحوله الى مربع كامل، لان هذا اذا دخلناه داخل التكامل بهاي صيغته ما له تكامل لانه مشتقه داخل الجذر ما متوفر عندي برا، فحوله الى مربع كامل على مود التربيع اللي راح يطلع عندي ياكل الجذر فيبقى عندي فقط ما داخل الاقواس اللي هي، ومثل ما شفنا بالاخير عمليه تكاملها جدا بسيطه. هنا ايضا عندنا جزء اخر من الموضوع، انه شلون نتعامل ويا الديسكونتينيوز ان دي واي على دي اكس، يعني اذا كانت مشتقه الداله غير مستمره، وين ضمن حدود تكامل شلون نتعامل وياها. خلينا نروح مباشره نترك القانون الان ونروح مباشره الى مثال رقم 3. شلون نعرف ايش نوع من الاسئله؟ وهذا بالحقيقه راح يرجعنا للمثال الاول والثاني، راح ارجع اقول لكم للمثال الاول والثاني. يقول find the length of the curve y تساوي x على 2 اس 2 على 3، x على 2 اس 2 على 3 منين؟ هو دي يقول لي من الاكس تساوي 0 الى الاكس تساوي 2 مثل ما واضح امامك بالرسم. هسه اجينا نفس الخطوات اللي طبقناها بالمثال الاول والثاني، اشتقينا الداله المشتقه مالتها 1 على 3 افتح قوس 2 على x اس ثلث، 1 على 3 افتح قوس 2 على x اس ثلث. هسه هنا صارت عندي خطوه جديده، ومهمه، ومثل ما قلت لكم هاي الخطوه تعتبروها اساسيه بكل سؤال، يعني حتى السؤال الاول والثاني اللي ما كانت بيها مشكله الديسكونتينيوتي ايضا احنا باكر عقبه بالامتحان لما نجي نحل هوم وورك اول خطوه ما بعد المشتقه ورا من كمل المشتقه، بالذات اذا المشتقه ظهر عندي الاكس وين بالمقام، يعني صارت عندي داله كسريه والاكس موجود عندي بالمقام، اول خطوه نجي نعوض حدود التكامل، انتبه علي نعوض حدود التكامل مثل ما عندنا هنا بالمثال الصفر والاثنين. اذا عوضنا حدود التكامل بالمشتقه وما عندي اشكال يعني طلع عندي رقم، نروح مباشره للخطوه اللاحقه اللي هي التكامل، مثل ما كان موجود بالسؤال الاول والثاني. احنا بالسؤال الاول والثاني صحيح ما سوينا هاي الخطوه لان هي اصلا ما كانت بيها مشكله الديسكونتينيوتي، بس هسه بهذا السؤال ظهرت عندي هذه المشكله. لما نجي نعوض الصفر، تبع علي، لما نعوض الصفر وين؟ بالمشتقه، انتبه، وليس في الداله الاصليه. هنا اقرا السطر الاخير، يقول the derivative is not defined، غير معرفه، المشتقه غير معرفه وين؟ at x equal to zero. So we cannot find the curve length with the standard equation. ولهذا احنا ما نقدر نطلع طول الكيرف باستخدام المعادله الاصليه مالتنا اللي هو اللي حلينا بها المثال الاول والثاني. زين، من يصير عندي هيك مشكله انه بعد ما اشتقيت المعادله جيت عوضت حدود التكامل بالمعادله وطلع واحد من عندهن على الاقل غير معرف، مثل ما هنا من نعوض الصفر بالمشتقه انه 2 على 0 راح يصير انفينيتي، فهي هنا نعتبرها غير معرفه او الداله غير مستمره، العفو المشتقه غير مستمره عند هذا الرقم، ولهذا ما نقدر نطلع طول الكيرف. فلما نصير عندي هاي المشكله شو نسوي؟ نقلب التكامل مالتي كله بدلاله الواي، انتبه علي، نقلب التكامل مالتي بدلاله الواي، فراح تصير عندي المعادله اللي بالاعلى اللي تركناها قبل شويه، ال L integration from C to D، from C to D مو من ال A لل B، يعني مو حدود التكامل المعطاة بالسؤال، لا هسه راح نشوف، راح نطلع حدود تكامل جديده.
واحد زائد انتبه دي اكس على دي واي، يعني المشتقة بالنسبة للواي مو المشتقة بالنسبة للاكس، مو دي واي على دي اكس تربيع، او مثل ما موجود الانتجريشن من السي للدي واحد زائدين جي برايم اوف واي تربيع. المهم احنا نرجع المثالنا، دالة اشتقيتها، بعد ما اشتقيتها عوضت حدود التكامل، طلع واحد من حدود التكامل بمشكلة، الدالة تكون غير معرفة والمشتقة تكون غير معرفة عند هذا الحدود التكامل، فش راح نسوي؟ راح نسوي التالي. الخطوة الأولى نقلب المعادلة من y as a function of x إلى x as a function of y. شلون؟ تبع عليه هنا y تساوي x على 2 وأس 2 على 3، نرفع المعادلة كلها طرفين للأس 3 على 2 على مود ياكل الأس اللي بالطرف الثاني، فتصير y أس 3 على 2 شو تساوي؟ تساوي x على 2، نضرب الطرفين بوسطين فراح تصير x تساوي 2 y أس 3 على 2، x تساوي 2 y أس 3 على 2. هاي منو؟ هاي صارت المعادلة الجديدة اللي راح ندخلها بالتكامل، اللي راح نشتقها طبعا بعد شوية وبعدين ندخلها بالتكامل. زين، حدود التكامل شلون؟ حدود التكامل نرجع نعوض، لما الاكس قد كانت حدود التكامل إذا تتذكرون كانت صفر صفر واثنين، صفر واثنين، نعوض وين؟ انتبه عليها، نعوض بالدالة الأصلية، لما نعوض الاكس، الاكس صفر تطلع الواي أيضا صفر، لما نعوض الاكس اثنين، لما نعوض الاكس 2 بالداله الاصليه تطلع الواي 1، فراح تصير حدود تكامل from y تساوي 0 to y equal to 1، from y تساوي 0 الى y تساوي 1، يعني مو من الصفر للاثنين، من الصفر للواحد، لان حدود تكامل صارت على الواي اكسس مثل ما واضح هنا امامك بالرسم. شوف الاكس اكسس يقول من الصفر للاثنين، بينما الواي اكسس شو يقول؟ يقول من الصفر الى الواحد. شلون طلعنا حدود التكامل الجديده؟ طبقنا حدود التكامل القديمة بالمعادلة الأصلية، انتبه بالمعادلة الأصلية طلعنا قيمة الواي، كل وحدة مقابلها قيمة الواي مالتها اللي هي راح تمثل لي حدود التكامل. طبعا نجي صار سؤال اعتيادي، عندي x تساوي function of y وعندي حدود التكامل، نجي نشتق، اشتقينا الدالة طلعت 3 y أس نصف. طبعا هنا for check نتأكد إذا نعوض الصفر اوكي تطلع النتيجة صفر، واذا نعوض الواحد تطلع النتيجة ثلاثة، اذا المشتقة مستمرة، خلصنا من مشكلة انه المشتقة غير معرفة اللي واجهتني لما كانت الدالة y as a function of x، هسه من حولناها x as a function of y خلص انتهت عندي المشكلة، فنجي نطبق القانون مباشرة، واحد زائد ثلاثة y اس نصف تربيع تحت الجذر زائد واحد، طبعا ثلاثة y اس نصف لما نربحها تصير تسعة y، مشتقة داخل الجذر هي تسعة، فأنا احتاج المقلوب مالتها فراح تصير واحد على تسعة، تصير واحد زائد تسعة واي، طبعا هو أس نصف لما نكامله يصير أس ثلاثة على اثنين مقسوم على الأس الجديد اللي هو ثلاثة على اثنين، نعوض حدود التكامل يطلع طول الكيرف 2.27. إذن من هسه وصاعدا هي شنو عند الأسئلة اللي هي موضوع اللينكث أوف كيرف، بعد ما تشتق الدالة اوكي تجي راح تجيك y as a function of x، تشتقها قبل ما تروح للتكامل تعوض حدود التكامل، مثل ما قلت لك بالذات اذا كانت الداله الاكس وين موجوده بالمقام، داله كسريه نخاف احنا انه تكون المشتقه غير معرفه او discontinuous غير مستمره، فقبل ما نروح للتكامل نعوض حدود التكامل وين؟ بالمشتقه. انتبه نعوض حدود التكامل بالمشتقه، اذا طلعت اوكي اكو نتيجة ننتقل الى خطوة التكامل، اذا لا والله مثل ما قبل شوية صارت طلعت عندي انفينيتي واحدة من حدود التكامل، اذا نتوقف نجي نستخدم الطريق الثاني اللي هو تحويل المعادلة من y as a function of x الى x as a function of y، نطلع حدود التكامل الجديدة مثل ما قلت لكم، نعوض ال x بالمعادلة الاصلية، نطلع هذا فيما يخص إذا كانت عندي الكيرف هو عبارة عن y as a function of x. بعض الأحيان عندي ما يعرف بال parametrically defined curves. شنو هاي parametrically أو parametric curves equation؟ هاي راح تكون curves عبارة عن معادلته تجي x as a function of t و y as a function of t، يعني هاي معادلة الكيرف هي عبارة عن x function of t و y function of t، اثنيناتهم يمثلن معادلة الكيرف. اوكي،
فراح يصير عندي طول الكيرف اذا تلاحظ في اسفل في اسفل الورقة او في اسفل السلايد ال integration from A to B. ايش عندي داخل الجذر؟ عندي مشتقة الدالة الاولى اللي هي X بالنسبة للتي تربيع، زائد مشتقة الدالة الثانية اللي هي Y بالنسبة للتي. هي بالحقيقة مو دارتين، هي بالحقيقة two equation تمثل معادلة كيرف واحد، X function of T والY function of T. راح نشوف ايضا هسه بعض التطبيقات عليها. يقول using the definition مثال رقم 4 find the length of the circle of radius r، هاي معادلة دائرة defined parametrically by x يساوي r cosine t والy يساوي r sine t. منين يدي ودي يقول لي t من الصفر الى ال 2 باي. فالخطوة الاولى نجي نشتق ال x بالنسبة للt، مشتقة ال r cosine t، طبعا ال r constant، مشتقة ال cosine minus sine فراح تصير ناقص r sin t. نشتق الواي بالنسبه للتي، ايضا الار كونستنت مشتقه الساين كوساين. راح نجد داخل الجذر قبل ما نروح لعمليه التكامل، اللي هو مربع المشتقه الاولى زائد مربع المشتقه الثانيه. فلما نربحهن احنا الار نقدر نطلع عامل مشترك، فراح تصير ار تربيع نفتح قوس ساين تربيع زائد كوساين تربيع تي، اللي هاي نعرفها ايش قيمتها، الساين تربيع زائد كوساين تربيع واحد. فيروح القوس يبقى عندي شنو؟ فقط الار تربيع تحت الجذر. طبعا الار تربيع والجذر يروح، راح يبقى عندي فقط ار. طبعا الار كونستنت، انتبه ما له علاقه بالتكامل، مو من التكامل تقول ار تربيع على اثنين، لا، الار كونستنت التكامل بدلاله التي، فراح نقول ار في تي من الصفر لل2 باي نعوض حدود التكامل يطلع 2 باي ار، يطلع 2 باي ار، واللي هو من هو؟ اللي هو محيط الدائره 2 باي في نصف القطر. فعلا محيط الدائره هو 2 باي في نصف القطر، اللي هو يمثل طول هذه الدائرة. مثال رقم 5 طلاب، عندي أيضا parametrically defined curve x تساوي cosine تكعيب t والy تساوي sine تكعيب t. ال t اللي مثل ما نشوف الرسم من الصفر إلى 2 باي. إذا تلاحظون هذا الشكل متناظر بالأربع أرباع، فأيضا راح نستخدم نفس البروسيجر، نفس الخطوات اللي استخدمناها، راح نشتق الدالة ال x بالنسبة لل t ونربحها مباشرة. فإذا تلاحظون المشتقة يعني كوساين تكعيب تي لما تشتقها هي 3 كوساين تربيع تي في مشتقة الكوساين نفسه اللي هو ماينس ساين. طبعا لما نربحها راح يصير 9 كوساين أس 4 ساين تربيع تي. نفس الشيء نجي على الواي، أيضا لما نشتق الساين تكعيب تي هي 3 ساين تربيع تي في كوساين تي، أيضا بعد ما نربحها تصير 9 ساين أس 4 تي كوساين تربيع التي. طبعا هنا أنا إذا تلاحظون أنا عندي الكوساين تربيع تي والساين تربيع تي نقدر نطلعها كعامل مشترك اللي هي واحد، فراح تبقى عندي 9 كوساين تربيع تي ساين تربيع تي تحت الجذر. هاي لما نجذرها راح تصير 3 كوساين تي ساين تي، هذا هو اللي راح يدخل عندي داخل التكامل، 3 كوساين تي ساين تي فقط، هذا اللي هو راح ندخله داخل التكامل. وهنا راح نجي نسوي انتجريشن من الصفر، راح نسوي انتجريشن من الصفر الى الباي على 2 3 كوساين تي ساين تي. طبعا الساين مشتقة كوساين موجوده، فمباشره يصير 3 ساين تربيع على 2 من الصفر للباي على 2 يطلع الناتج 3 على 2، بس بالاخير نضربه في 4 لان احنا مثل ما شفنا الرسم بالسلايد السابق هو عبارة عن 4 أجزاء متناظرة، فراح نضربها في 4 يطلع طول هذا الكيرف كله equal to 6. طبعا بنهاية المحاضرة عندك 5 أسئلة homework، أيضا أتمنى أنه هاي الأسئلة تنحل. وهنا أنا أرجع أكرر كلامي اللي قلته بنهاية محاضرة 13، طلاب إيميلاتنا موجودة أنا ودكتور علي، رجاء الهوموركات تنحل وتسولها سكانر وتدزون اياها على الايميل وتكتب اسمك الثلاثي مثل ما موجود عندنا قوائم الطلبه. واي استفسار، اي استفسار عندكم احنا جاهزين للاجابه عليه، سواء كان بالتعليقات او اذا تريد تدز استفسارك مباشره على الايميل، اي استفسار او اي سؤال ببالكم باي شيء ما واضح بالمحاضره احنا جاهزين للاجابه عليه. وشكرا جزيلا.